بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص ميكانيكا الكم، سنتحدث اليوم عن مبدأ عدم اليقين. سنطرق بابا جديدا هو مبدأ عدم اليقين، أو ما يعرف Uncertainty Principle، وهو ما وضعه العالم الألماني هايزنبرغ، وحاز على جائزة نوبل لهذا العمل، أعتقد في العام 25 وضعه. سنتعرف أولا بعض الباراميترز، بعض العوامل اللازمة حتى نتعرف على مبدأ عدم اليقين في هذه الحالة. طبعا معامل الزخم، نفرض أنه يوجد معامل الزخم، نضعه بي حتى نستخدم بشكل كمي، بي نضع فوقه شحطة صغيرة بهذا الشكل ونطلق عليه اسم بي هات. سنفرض أنه مساوي بي هات، هذا فرض باستيرت. نفرض أن بي هات تساوي سالب اي اتش بار جراديانت، سالب اي العدد التخيلي اتش بار و اتش على 2 باي ضرب الجراديانت. ونعرف أن الجراديانت كما تحدثنا عنها سابقا هي اكس، اكس نوت دل دل اكس زائد واي نوت دل دل واي زائد زي نوت دل دل زي، حتى نميزها في البوزيشنز خاصة في المكان. لو قسمنا، لو ربعنا كلا الطرفين وقسمنا على 2m، في هذه الحالة هتصبح p hat squared على 2m. طبعا هنا لو نحن ربعنا السالب i فهي سوف تصبح سالب واحد. هنا طبعا سالب واحد باعتبار انه سالب واحد، سالب واحد واحد، اي تربيع هي عبارة عن سالب واحد، اتش بار تربيع دل تربيع. لاحظ من خلال هذه الاسلوب فانه قد حدث عندنا اتصال مباشر، واصبحنا نقدر ان نفس الصورة تقريبا شاهدناها في الطريقة الكلاسيكية لعرض الطاقة المحصلة لجسيم. قلنا بأن الطاقة المحصلة هي تساوي الطاقة الميكانيكية زائد طاقة الوضع. الطاقة الميكانيكية P squared على 2M زائد V، وأيضا نراها أيضا في الدالة الهاملتونية التي تحدثنا عنها سابقا، H hat تساوي سالب H bar على 2M دل تربيع زائد V، والتي تساوي أيضا هذا الطرف يساوي هذا الطرف، P hat تربيع على 2M زائد V. إذن عممنا نحن هذا مبدأ الزخم على الشكل الكلاسيكي وشكل الهاملتوني لمعدلات الطاقة. أيضا هنا لو أردنا نحن أن نأخذ الاشتقاق الخاص بها، P hat exponent i k r تساوي سالب i h bar del exponent i k r. طبعا لو احنا اردنا الاشتقاق، لو اردنا اشتقاق الاي، الاي هنا طبعا لو احنا اردنا اشتقاقها فهي تصبح طبعا h bar h bar k h bar k exponent i k r. إيه لو حاولنا اشتقاقها، من منكم يتعلم المعادلات التفاضلية يعرف عن ماذا أنا أتحدث في هذه الحالة، لأن نحن وضعنا ال P وضعنا مكانها السالب I H دلتا، وعندما أنا أشتق طبعا عندما أنا أشتق بخصوص ال K، طبعا عندما أشتق عفوا بخصوص ال R فتصبح I I R I K عفوا ال I هنا مع السالب I، ال I مع السالب I، سالب واحد سالب واحد مع سالب واحد يذهب، فيبقى عندي ال H bar K exponent I K R. إذن ال H K هذه تدلني على ماذا؟ على أنها اقتران ذاتي، eigen functions، وأيضا هي قيمة ذاتية لأنها مقابل الحد الإكسبوننت، مقابل حد الأسي، هي أيضا قيمة ذاتية.
ومنه يعني نعرف أن الزخم في هذه الحالة، نحن أردنا قياس الزخم، أن الزخم مساو، يعني الزخم مساو للـ h bar k. طبعا إذا نحن عرفنا هنا بأن الـ p ليست معامل، يعني الـ p هنا ليست معامل، هي قيمة ذاتية eigen value. ويعرف في هذا الكلام بأنه هنا h bar ضرب الـ k هو الزخم. الآن معامل المكان، نتحدث عن معامل المكان، نفرض بأن الموجة عندنا، سنختار الموجة بأن تكون موجة قاوسية تسهينا لنا بأننا تعاملنا معها قبلا. وأيضا من منكم يتابع الدروس معي على القناة، نتحدث عن الموجات، عن الليزر، عن الضوئيات، فهي من يعني معامل المكان موجة القاوسية تبكل لنا، يعني مناسبة لنا بشكل كبير جدا. لو أخذنا بساي جي زي تي تتناسب مع تكامل إكسبوننت سالب كي ناقص كي بار على 2 دلتا الكي، الكل تربيع، إكسبوننت سالب آي أوميجا كي تي ناقص كي زي دلتا الكي. تحدثنا عن هذه المعادلة سابقا، أرجو أن تكونوا قد تذكرتموها. ولو فرضنا نحن هنا جدلا بأننا يمكن لنا أن نضع التي مساوية للصفر في هذه المعادلة، وضعنا التي هنا مساوية للصفر، فيذهب هذا الحد كاملا، السالب مع السالب هنا تصبح موجب، ويصبح إذا اي كي زي هي هنا، ويصبح هنا عندنا طبعا التكامل بساي كي بالنسبة للكي هو عبارة عن الاكسبوننت اي كي زي دلتا كي عن هذا الطرف، استغنى عنه بهذا الطرف. وأيضا لو أردنا كتابتها إذا بشكل آخر، هذا عدنا إلى نفس الصورة النمطية التي تعلمناها هنا، إكسبوننت سالب كي ناقص كي بار على 2 دلتا الكي، الكل تربيع. إذا بساي الكي بالنسبة للكي الكل تربيع، إذا نحن الآن نعمل لها علاقة معيارية أو توحيد كما أنا قلت عنه سابقا، هو علاقة معيارية تعيير. طبعا لو أردنا، طبعا عندما عملناها بهذا الشكل أردنا قياس زمن زخم الجسيم، وأنه الحد زي هنا بخصوص الحد زي هنا طبعا، لأنه الزخم الجسيم الام في ام في تايمز، وهنا عندنا ايضا حد هنا عندنا الزي الزخم. اذا هنا يصبح عندنا زي المكان عفوا البوزيشن، يصبح عندنا الزخم اتش بار مضروب بكي، اتش بار مضروب بكي هذا الزخم، والحد زي هو الخاص في البوزيشن، الخاص في المكان عند هذه النقطة. اذا بساي زي صفر عند الزمن تي كانت صفر، يعطينا بساي الكي بالنسبة للكي اكسبوننت اي كي زي دلتا الكي. وتعرف هذه طبعا على هذا الشكل مرة معنا في محولات فورير ترانسفورميشن، وهو رياضي فرنسي مشهور جدا، ونحن نعرف هذه النقطة في محولات فوريير. محولات فوريير لموجة قاوسية هي عبارة عن موجة قاوسية، يعني تحليل فوريير لو حللنا في موجة قاوسية أيضا سوف يعطينا موجة قاوسية، ويصبح أن السايز الصفر تناسب مع الإكسبوننت سالب دلتا الكي تربيع الزي تربيع. إذا بهذه الصورة تكون هذه الصورة القياسية، وربعنا أخذنا لها عيارا طبعا هنا بهذا الشكل، فتصبح لنا سالب 2 دلتا الكي تربيع الزي تربيع. طبعا في اكسبوننت عندما أخذنا لها عيارا بهذا الشكل، يمكن لنا طبعا هنا كتابة الدلتا الكي تربيع طبعا، إذا وفق نفس النمط هي عبارة عن سالب الزي تربيع على 2 دلتا الزي تربيع في الإكسبوننت طبعا
بهذا الشكل، هذان الطرفان متساويان هنا بخصوص العدد الموجي وهنا بخصوص البوزيشن، بوزيشن فيكتور. طبعا البوزيشن فيكتور لا داعي لنضع عليه هاد لأنه هو يحكي عن المكان، وهذا شيء يعني عادي. إذا بالنسبة للإحصائيين تكون الدلتا زي في الأسفل هي عبارة عن ستاندرد ديفيشنز أو ما يعرف بالانحراف المعياري. إذا نحن كما قلنا نتعامل مع دالة احتمال حتى تسهل علينا الجواب الأسئلة في ميكانيكا الكم. إذا نحن لو أردنا هنا مثلا أن نقارن هذا الحد وسويناه بهذا الحد، إذا يصبح عندنا الدلتا كي ضرب الدلتا زي. يعني أراد منكم مراجعة رياضيا فليعملها، سهل جدا. دلتا الكي ضرب الدلتا زي يساوي نصف في هذه الحالة. إذا الدلتا الكي ضرب الدلتا زي يساوي نصف. هنا بداية مبدأ عدم اليقين، دلتا الكي العدد الموجي 2 باي على لاندا ضرب الدلتا زي يساوي النصف. إذا دلتا الكي دلتا الزي يساوي النصف. لو ضربتها كلها ب اتش بار يصبح اتش بار ضرب دلتا الكي عبارة عن الزخم، طبعا قياس الانحراف المعياري طبعا لأنها دالة احتمالية. ويصبح عندي دلتا الكي ضرب الاتش بار هي عبارة عن دلتا المومنتوم، دلتا الزي تبقى كما هي، اتش بار ضرب نصف عبارة عن اتش بار على 2. إذا يصبح عندي هنا دلتا البي دلتا الزي أكبر من أو تساوي اتش بار على 2. عممنا نحن الآن هذه النتيجة، عممناها. طبعا لماذا أكبر من أو تساوي؟ لماذا طبعا أكبر من أو تساوي؟ لأنه طبعا هنا لو انتشرت الموجة الجاوسية فإن زي تزيد، انتشرت الموجة الجاوسية فإنها سوف تنتشر بهذا الشكل، سوف تنتشر بهذا الشكل. بالمقابل سوف يقل الزخم، دائما هو يكون أكبر من أو تساوي اتش بار على 2. يعني العلاقة عكسية بين البوزيشن وبين المومنتوم، بين المكان وبين الزخم، هذه علاقة عكسية. يعني في احتمالية الزخم لو أطلقنا الموجة الجاوسية وكانت صبغة المجال وكانت ضيقة المجال عفوا وكانت ضيقة المجال ستراها واسعة المجال عند الزخم أو عند إحداثي الزخم، والعكس صحيح، لو أطلقتها واسعة المجال ستراها ضيقة المجال عند إحداثي الزخم. إذا العلاقة عكسية بين الطول في مجال حقيقي والطول في مجال الزخم. يعني تقول لنا هذه العبارة أيضا أنه لو عرفنا زخم الجسيم بدقة فإننا لم نستطيع معرفة مكانه بدقة أيضا. لو عرفنا الزخم بدقة فسوف نعجز عن معرفة مكانه بدقة. لو أردنا طبعا هذا أيضا موجود هذا المثال في الفيزياء الكلاسيكية، يمكن لنا تعميمه أيضا في الفيزياء الكلاسيكية. كانت النبضة قصيرة، كان حد التردد أكبر لأن التردد دائما لو انطلق التردد وقسناه فترة على فترة قصيرة جدا، يعني فإن حد التردد أيضا أو أن الزمن سوف يكون قصير عنده. فإذا دلتا الأوميجا دلتا تي أكبر من أو تساوي نصف، دائما دلتا الأوميجا على الدلتا تي أكبر من أو تساوي نصف وفق هذه الحالة. وأيضا من الأمثلة المشهورة عليها أيضا تجربة الشق الضيق، كانت الموجة تخرج منه، كلما كان الشق ضيقا جدا كانت الموجة تنتشر بشكل أكبر، كلما كبر الشق كما شاهدنا كانت الموجة تنتشر بشكل أضيق. يعني موجة ضيقة أعطاني موجة منتشرة بشكل واسع، موجة واسعة أعطتني موجة منتشرة بشكل ضيق. إذا كان هذا الفيديو عن مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ. أرجو أحبتي أن تكونوا قد استفدتم منه في عالم ميكانيكا الكم. لا تبخل علي بالأسئلة بعمل الشير واللايك والاشتراك بالقناة. شكرا لكم أحبتي مرة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.